ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبي؟ ايه؟ ماله زين؟ ايوه ماله يعني؟ طيب انا جاي. في يا علي ماله زين؟ زين اتخطف. مجدي حشيش خطف زين. اتخطف؟ انا اسفه يا علي. ان شاء الله خير. خير ايه؟ ده بيل ودران. كده عارف ان احنا رحنا الموزع. حسين هتاخد خديجه تروحها وانا هطلع على مجدي حشيش. مفيش الكلام ده، رجلي على رجلك مش هسيب. يا عصا. ايه يا حسين؟ ايه ياض، في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ الحكومه كانت في الوقف وسالت عليك انت وعلي. متعرفش طب دور عليه ولا الحوار؟ معرفش، كلام متنطور كده ان انتم متصورين فيديو مع جثه وبعدين لما فتشوا الوقف طلعوا مسدس وقالوا ان ده المسدس اللي انتوا استخدمتوه. المهم ما تجيش الوقف دلوقتي عشان انتوا مطلوب القبض عليكم. وادي اللي كان عامل فيها ممرض واتقتل. لبسوا اهلنا يا علي. لبسونا قتلوا بيدوروا علينا عند عصام. انتوا كده ما ينفعش ترجعوا بيوتكم. زمان البوليس بيدور عليك في كل حته. طب وايه العمل؟ هنروح فين؟ ممكن تيجي تقعد عندي مؤقتا لحد ما تلاقوا اي مكان تاني. اكيد مش هيدوروا عليك هناك. كسر عقد الايجار وقاعده فيها. انا ست بكحه وانت راجل واطي وقسما بجلاله الله اقلع اللي في رجلي وانزله على نافوخك. طب هصوت والم عليك الشارع. ها اطلع بره البيت، سيب الحاجه. بقول لك ايه، تلم الدنيا تلم الناس، مش فارق معانا الكلام ده. اقول لك على حاجه، انزلي بلغي الشرطه، انا معايا عقد عليه صحه توقيع ونفاذ. وكلمة تانية، أنا اللي هنزل أعمل لك محضر دلوقتي تعدي وسب وقصف والرجالة دي تشهد. فاحترمي سنك يا ست بدل ما تتفضحي في الشارع. أنا مش فاهمة حاجة. بقول لك إيه؟ بالله عليك خد الرجالة دي واطلعوا بره بيتي. هو السوق مش نافع معاكي؟ يلا لا بره. لا بره. لا في ايه يا حبيبتي؟ في ايه مالي؟ بقول لك اتطردت يا حسين. اللي اسمه مجدي حشيش طلع شاري الشقه من حاج وائل وبعت رجاله وطردوه. بيفل يا اما انا هتصرف يعني. روح عند ام علي. طب انا هتصرف. حاضر. يا اختي ما تطلعي معايا البيت، ما ينفعش قعدتك في الشارع دي.